الاشخاص اللي عندهم انوركسيا اللي هن الاشخاص اللي بضلوا حاسين حالهم انهم ناصحين وبجربوا يضعفوا حالهم وحتى منفوت بمشكله نفسيه متصله بالاكل، هدول الاشخاص بحسوا بالبرد اكثر من غيرهم، يعني خلال فصل الشتاء رح نلاحظ انه بضلوا حاسين حالهم بردانين. فلكل اللي عندهم أنوركسيا جربوا أنه يروحوا عند أخصائي التغذية تتزبط لهم بأكلهم حتى تعطيهم آيرون أو فيتامينز في حال هن عندهم نقص، وكمان أكيد استشارة الطبيب النفسي كتير ضروري بهذه الحالة، لأنه الأنوركسيا مش بس بتخلي الشخص يحس حاله بردان ولكن تعمل له عوارض أخرى وسيئة جداً للصحة، لأنه بيصير في عنا نقص بالفيتامينز والمينيرالز.